الله 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 ما بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. أهلية الشيء تقتضي بلزوم بذله لمن تأهل له، إذ يقدره حق قدره ويدعه في محله، ومن ليس بأهل فقد يضيعه وهو الغالب أو يكون حاملا له على طلب نوعه وهو النادر. فمن ثم اختلف الصوفية في بذل علمهم لغير أهله، فمن قائل لا يبذل إلا لأهله وهو مذهب الثوري وغيره، ومن قائل يبذل لأهله ولغير أهله، يبذل لأهله ولغير أهله، والعلم أحمى جانبا من أن يصل إلى غير أهله، وهو مذهب الجنيد رحمه الله، إذ قيل له كم تنادي على الله بين يدي العامة؟ فقال لكني أنادي على العامة بين يدي الله تعالى. انتهى. يعني يعني أنه يذكر لهم ما يردهم إليه فتتضح الحجة لقوم وتقوم على الآخرين، والحق اختلاف الحكم باختلاف النسب والأنواع، والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما أسعدنا في هذه الليلة، وكان عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، وأكثر ما كان يحب الفأل الحسن في الأسماء، فرجاء أن تأتي الأسماء بالمسميات الحسنة أيضا. وبيننا أسماء لها مشجعات على هذا النوع الذي كان يحبه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اليوم وإن كانت القاعدة هي القاعدة نمرة 15 رقم 15، إلا أننا معنا تغيير نوعي. بدأ الشيخ يتحدث عن شيء مهم، وهو حكم نشر العلم خاصة ما كان منه يتصل بتربية الإنسان. العلم أنواع، فهناك علم
لا وطن له، لا جنسية له، لا انتماء له، إلا أن يكون هذا العلم منتشرا في بني الإنسان، تكتشف منه أسراره، يطلعك الله على هذه الأسرار، يمكنك من أسباب هذا العلم أو ذاك، فأنت تنشر هذا العلم ولا حرج عليك في نشره. وهناك نوع آخر، وهناك نوع آخر من العلوم، هذا النوع الآخر لو أنك تأملت فيه لوجدت أنه علم ينتمي إلى نبي، سواء كان كله أو كان هذا العلم ينتمي إلى نبي في أصوله. جرت العادة أن احنا نلاحظ في طبيعة الإنسان غرابة، كيف يكون الإنسان غريبا في طبعه؟ طالما هذا العلم ينتمي إلى الدين، ينتمي إلى الأخلاق، ينتمي إلى التربية، فهذا العلم يكون له أصدقاء، يكون له محبون، يكون له متحمسون يرضون عنه، يعملون من أجل نشره، من أجل تأصيله، من أجل تحويله إلى كائن حي يمشي على الأرض. وهناك طائفة أخرى لا تحب هذا العلم، إنها تكرهه، إنها تتخذ منه موقفا، كما كانوا يتخذون ممن نزلت عليه هذه العلوم مواقف، فكانوا يتخذون من النبي موقفا ويقفون في وجهه. وأنت إذا تأملت أو أنصت إلى ما قال القرآن لفهمت الحقيقة، إن عدو هذه العلوم يشعر من نفسه بتسفل، يشعر من نفسه بهبوط، يشعر من نفسه بالدونية، فما عليه بدلا من أنه يحاول أن يرتفع بنفسه، نجده يقف في محاربة الدعاء لهذا الدين والنيل من أو هذه العلوم والنيل من هذه العلوم. إذن الناس أمام علوم التربية، علوم الأخلاق، علوم الدين رجلان: رجل فتح الله له، ورجل ضاق صدره كأنما يصعد في السماء. على هذه الخلفية يشرح الشيخ زروق موقفه، إنه يطرح عليكم سؤالا يعني، ويجيب عليه، لكن الشيخ يتحدث مع أبناء أنار الله قلوبهم وبصائرهم
وشرح الله صدورهم ووسع للحقيقة أفئدته. الشيخ زروق عندما يتحدث يطرح سؤالا وأنت لا بد أن تفهم الإجابة عن هذا السؤال على هذه الخلفية التي ذكرتها لك. أنا ذكرت لك خلفية وهي أن الناس ليسوا على سمت واحد، ما هيش سمتراية وبنطلع عليها بني أدمين يخضعون لسيستم أو نظام واحد، وإنما المسألة طباع. أنت تسأل الله عز وجل أن يصفي نفسك وأن يرفع قدرك وأن ينتزع من فؤادك كل خصلة شريرة ويغرس في سويداء فؤادك كل فسيلة للخير. هنا إذن الشيخ زروق السؤال اللي طرحه علينا النهاردة ما هو؟ يا مولانا الشيخ زروق، أنا كداعية كإنسان وهبت أو وهبني قومي لتحمل علوم هذا الدين وتحمل العلوم التي تدعو إلى صياغة الإنسان، أنا كداعية، يا مولانا الشيخ زروق قل لي بالله عليك أأنا مباح لي أن أنشر هذه العلوم الأخلاقية، أن أنشر هذه العلوم علوم التربية، وأن أجلس بها كلما أتفق، كلما أتفق يعني أقعد على القهوة وأنشر هذا العلم، أقعد في الشارع وأنشر هذا العلم، أجلس في مكان الذين يجلسون فيه أناس لا يوقرون كبيرهم ولا يرحمون صغيرهم. قل لي أيها الشيخ أيها الإمام أنا ماذا أفعل وأنا داعية؟ أأنشر هذا العلم أم لا؟ ومن بين هذه العلوم التصوف، هنتكلم عليها في الآخر، لكن قلت لكم أن الشيخ في كل قاعدة يفتح لها بابا عاما أصلا يذكر لها أصلا هذا الأصل يستفاد به في كل نظير وشبيه. يقول الشيخ أنا لن أجيبك إلا على مرحلتين، الأولى أن أعرض أمامك آراء العلماء، أحكي لك، أقص عليك توجهات العلماء، ثم بعد ذلك أختار كما يختار غيري، من حقي الاختيار، لكن بعد أن أطرح المسألة أمامك، يعني مسألة منهجية مرحلتان، أتتبع آراء العلماء وأجمعها لك ثم أتركك على سطح هذه الآراء، فإن شئت أن تغوص
فدونك هذه الآراء فأصفيها كما تشاء، ثم أنا بعد ذلك أعرض رأيي. العلماء كانوا يفعلون ذلك. إمام الغزالي، لو تحب تقرأه، تقرأ الإمام الغزالي في كل علومه، تجده هكذا يطرح الآراء ثم يختار. قال الشيخ، السؤال ما هو أول الذي طرحناه على الشيخ؟ السؤال مرة أخرى حتى لا يضيع الطريق من أقدامكم، السؤال هو: أنا كداعية أدعو إلى علوم الدين والتربية والأخلاق، هل أنا أطرح العلم مبادئه وأسراره وقضاياه كلما وجدت جموع الناس، أم أنني سأطرح هذه العلوم انتقاء؟ يعني إيه انتقاء؟ يعني أختار صنف من الناس أطرح عليه هذه العلوم. هذا هو السؤال. قال الشيخ: إن الناس الذين ستدعوهم بالنسبة للعلوم على صنفين، الناس بالنسبة لتلقي العلوم، لأننا هنيجي نتكلم تاني نقسمهم تقسيما نوعيا آخر، بالنسبة لتلقي العلوم تحت خطين، بالنسبة لتلقي العلوم الناس نوعان. النوع الأول حريص بل شديد الحرص على تلقي هذه العلوم، ليس ذلك فحاسب، ولكنه يقدر هذه العلوم، يرفع من شأن هذه العلوم. إذا وجدته يقرأ في هذه العلوم أو يسمع أو يستقبل، وجدت مريدا بين يدي شيخ، تابعا بين يدي ملك، خاشعا بين يدي مقدس، عبدا بين يدي ربه، يسمع هذه العلوم فيقدرها تقديرا، هذا واحد. نوع آخر يسمع هذه العلوم، هذا النوع الأول قليل مش كثير. هذا النوع الأول يفعل شيئا آخر، يسمع منك فيجتهد في أن يصنع ضدك إشاعة، نكتة، ادعاء، دول نوعين. النوع الأول اللي أنا ذكرته يكون من أهم خواصه، خلي بالك، يكون من أهم خواصه إنه يريد أن يكون عالما ليرتفع قدره، هكذا. يعني إن كان عالما في العقيدة يريد أن يكون إلى جوار ذلك عالما بالفقه، إن كان عالما بالفقه والعقيدة يريد أن يعلم أصول الفقه، إن كان عالما بهذه الثلاثة يريد أن يزود نفسه بالحديث والتفسير إلى آخره. فكلما زاد علما زادت شخصيته تكاملا،
هذا هو النوع الأول. النوع الثاني، أنا أديله اسم أو لقب وهو نهاز. نهاز، أيوة، وليس إنسانا عاديا في طباع البشر التي خلق الله الناس عليها، وإنما هو نهاز. اسمحوا لي يا أبنائي أقول، والنهاز نوعان يعودان إلى أصل واحد، وهو أن هذا الإنسان عاجز عن أن يكمل شخصيته بالعلم بالمعرفة، عاجز فيذهب إلى انتهاز الفرص والانتفاع بها لتعويض النقص عنده. والنهاز يا أبنائي أو النهازون، منهم من هم نهازون بالفطرة، فطرته كده، طبعه كده إنه نهاز. النوع الثاني نهاز بس بالأجر، مأجور يعني. النوع اللي نهاز بالفطرة أو بالطبع يعني بتاعه، بيحاول أن يكون كبير النفس كإخواني كسائر الناس، قدراته لا ترتفع به، ماذا يفعل؟ يتوجه إلى هؤلاء الناس الكوامل ويسبهم، يلعنهم، يحقر من شأنهم. هذا نهاز بالطبع، طبعه ضعيف فلا يستطيع أن يعلو بإمكاناته، لا يستطيع، فيقوم يعمل إيه؟ ينال من الكاملين. القرآن ادانا هذا الصنف، واشتد القرآن على أبناء هذا الصنف شدة عجيبة. قال إنهم مجرمون، وقال للذين آمنوا في سورتين من القرآن، في أواخر سورة المؤمنين أو المؤمنون كما تشاءون، وفي سورة المطففين، إن الذين أجرموا ما لهم كانوا من الذين آمنوا، لأن الكلام هيبقى يوم الحشر، يضحكون. هو العلم، مقابلة العلم بالضحك؟ لا، وإنما هو النيل من الكامل، حيث إن المجرم ناقص الإمكانات لا يستطيع أن يرقى إلى مثل هذه الدرجة. وإذا مروا بهم، أي مر الكاملون بالناقصين، يتغامزوا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، أي المجرمون، انقلبوا فكيين بالنكتة بالدعاية. الله عز وجل يقول اجعلوا هذه الأشياء تمر، لأنه عند المصريين مثل يقول المنتصر هو الذي يضحك آخرا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، وربنا مقعدهم على الأرائك ومديهم فرصة ينظرون إلى أهل النار
يعذبون فيها، وأهل النار يكون لهم مطلب واحد: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. والجواب معروف. هذا هو النوع الأول من النهازين، ونفس الكلام بهذه الطريقة في سورة المؤمنين في آخرها. في النوع الثاني نهاز بالأجر، في ناس الله عز وجل لم يشأ، لم يرد إرادة كونية لهم أن يكونوا على مستوى الرائق ولائق، فهم كهذه البضاعة العفنة التي تباع وتشترى، يذهبون إلى كل باب ويقومون بمهنة الكرازة يسمونها، حزب شيوعي عايز شوية ناس يكتبوا له يخطبوا له يؤذون الناس الذين يقفون في وجهه، هؤلاء هذا الصنف يذهب إلى هؤلاء الناس ويؤجر نفسه، لا فرق بينه وبين بغيه، تؤجر جسمها وهذا يؤجر فؤاده. الثمن الذي يغدو ما فيش مشكلة، إذا أعطوه مالا ما في مشكلة، إذا أعطوه مكانة اجتماعية ما فيش مشكلة، إذا أعطوه شهوة يستمتع بها ما في مشكلة، هذا يسمى نهاز بالأجر، فيظل يعمل عند هذه الطائفة الفاسدة، فإذا سقطت ذهب إلى بيت آخر إلى اتجاه آخر وعمل عنده. الطائفتين يثيرهما الشيخ زروق بالإشارة: الأولى أناس يقابلون العلم بالاحترام والتقدير لكي يكتملوا بالعلم، وأناس آخرون يقابلون العلم بالازدراء لأنهم نهازون إما بالفطرة وإما بالأجر، إما بالطبع عشان نغير كلمة الفطرة، إما بالطبع وإما بالأجر. الشيء العجيب جدا إن القرآن يلفت نظر النبي لوحده، هو لفت نظرنا كلنا لما قال اللي قالوا، لكن لما قاموا في وجه رسول الله ووجه رسول الله ينضح بالحق مضيء منير، هذا عرفه. فالله قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت فؤادك مجروح يا رسول الله، أنت زعلان علشان بيواجهونك بالتكذيب بالتضليل بالاتهام بالدعاية، اسمع يا محمد مني صلى الله عليه وسلم. والمتحدث هو الله، يقول له: يا رسول الله فإنهم لا يكذبونك. الله، الكلام ده كله وهم كمان لا يكذبونني؟ أيوة، هم لا يكذبونك لأنك مثل قرآن يمشي على الأرض، تكذيبك أمر صعب،
لكنهم مش شايفين قدامهم، مش شايفين قدامهم الا انت. اذا كانوا لا يكذبون ان يمد الحملات المسعوره دي ضد مين؟ ضد ايات الله. ها؟ فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمون ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يبقى اذن هذان صنفان. الشيخ زروق يقول إن الناس أمام هذين الصنفين لا تنسوا السؤال، هل أنا كداعية أطرح العلم بينهم أم لا؟ في الإجابة طرفان. الطرف الأول قال لا تنشر العلم في وسط هؤلاء. لماذا؟ لأنك ستعرض العلم للخطر. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قال لا، وده الرأي الثاني للإمام الجنيد شيخ الطائفة، افتحوا أبواب العلم على مصراعيها. يا إمام، مش إحنا كده في خطر؟ قال لا. لماذا؟ قال لأن في حكمة الله الحكيم ها أنه قد جعل العلم كالكائن الحي. ربنا في الكائن الحي بيعمل ايه؟ بيضع في الكائن الحي اجسام مضادة تعمل ايه؟ تهاجم الميكروب، الفيروس، تهاجم، تعالج الكسور، تعالج الانسدادات في الاجهزة الدورية. الله سبحانه وتعالى خلق في الكائنات الحية كده. طيب وبعدين؟ قال وخلق في العلوم مثل ذلك. فالعلوم محمية الجانب لأن الله عز وجل حماها، وهو استعمل كلمة محمية، محمية الجانب لأن الله عز وجل حماها. رأيان إذن. رأي يقول انه لابد من نشر العلوم، والرأي الثاني يقول امسكه. ايها الامام الشيخ زروق، عرضت علينا الرأيين، واحنا عندنا مثل مستورد من دول الخليج يقول لنا ايه؟ ان بغيت تحيره خيره، ان بغيت تحيره خيره. وعلشان تبقى فيها طعم بلدها، ان بغيت تخيره تحيره خيره. تبقى يا شيخ زروق احنا كده طمعانين فيك تقول لنا رأيك ايه. يقول رأيي هقوله بس في اللي جاي، انما قبل ما اروح له رأيي هقوله بس في اللي جاي، انما قبل ما اروح له هقول ايه؟ ان الفرق مش اتنين ده تلاتة. يا مولانا ايه؟ مش واحد قال بلاش نشر العلم والتاني قال ننشره؟ قال ايوه هذا صحيح، هذان طرفان. وما من مستطيل له طرفان الا وانت بالضرورة تجد
لهذا المستطيل وسطا، أليس صحيحا؟ هذا الوسط بيجمع بين خواص الطرف على أقصى اليمين وخواص الطرف على أقصى اليسار. طب وانت عايز ايه؟ قال انا اكون على هذا الوسط. قم في الدنيا وحي الأزهرة وانصر على سمع الزمان الجوهرة، واخشع مليا واقض حق إمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، واخشع مليا واقض حق إمة طلعوا به زهرا، طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعظم سلطانا وأكرم مظهرا.